ايه الغباء اللي انت فيه ده؟ ايه يا عم مش شايفه الطريق؟ اسفه. ايه اسفه ولا مش اسفه؟ انت هتوديني في داهيه كده؟ صدقني ما خدتش بالي. طب خلاص انت كويسه؟ اه كويس. طب تحب اوصلك؟ لا لا شكرا انا اسفه. فاطمه حقك عليا فاطمه معلش اتاخرت عليكي. ايه اتاخرتي كده ليه؟ معلش والله حقك عليا. انت واقفه بقالك كتير. انا معاكي فيا وفاكريني ان انا شايفه. انت ليه اخرتي وانت عارفه انا ظروفي عامله ازاي؟ معلش والله يا والله العظيم كان غصب عني حقك عليا. طب ما يلا بقى نمشي. معلش احنا هنضطر نستنى شويه عشان خاطر المفروض المدير كان جه اخذ مني الورق ده وما جايش. طب ايه اللي مخليكي منتظره؟ هو قال لي 5 دقايق وداخل عليكي ولحد دلوقتي ما جايش. طب ما ترني عليه. ما هو انا معيش رصيد. خدي كلميه من عندي. طيب استعجلي عشان نلحق نمشي. خلاص ماشي انا هشوفه فين. اهو انا نسيت ان الوقفه دي بصراحه. الو علي استاذ حسام. هو انا مستنيه حضرتك. حضرتك فين؟ داخل عليا فين؟ انا مش شايفاك. اه خلاص انا شفتك. انا اهو جاي لك. ايوه اه تمام شفتك. انا اللي واقفه اهو. طيب تمام يا استاذ مستنياك. خلاص هو داخل علينا اهو. خدي بالك كبير السماعه دي في التليفون وشغلي الاغنيه اللي انا بحبها. ماشي حاضر. ازيك يا فاتن عامله ايه؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ ايه مش ناوي تنزلي الشغل ولا ايه؟ استاذ حسام ده هو اسبوع واحد اللي اخدته اجازه. ده انا بقالي سنه ما اخدتش اجازه خالص. ماشي يا ست براحتك. خلصت الشغل؟ اه خلصت. محتاج حاجه تانية يا استاذ حسام؟ لا يا فاتن تسلمي. انت محتاج مني اي حاجه؟ لا شكرا. طبعا اذنك. يلا مع السلامه. انت بتضحكي عليا هبلنج. الاغنيه دي حلوه قوي فينا الطبيعي يعني بسمعها بحس ان انا بفرح اكتر. طيب ماشي يلا نمشي بقى. طب والراجل عملتي معاه ايه؟ يا بنتي الراجل جه ومشي من بدري. طب يلا يلا بينا. ايه يا فاتن كل ده عشان تيجي؟ والله يا مستر اول حضرتك كلمتني سبت اختي في الشارع وجيت على طول. هي اللي جت معاكي امبارح دي اختك؟ ايوه اه. اختك ولا صاحبتك ولا اختك؟ لا لا اختي. اسمها ايه؟ اسمها فاطمه. هو فاطمه عسل قوي الصراحه يعني. تسلم يا مستر. هي عندها كام سنه؟ عندها 20 سنه. العمر كله ليه؟ انت ما تعرفيش اصلا انا جاي لك امبارح كنت هخبطها بالعربيه؟ خبر دي ما قالتليش اي حاجه عن الموضوع ده خالص. ونزلت وقلت لها انت عامية مش شايفه وبعد كده اعتذرت لها كنت مضغوط عليها جدا. عشان هي فعلا عامية يا مستر. عامية ازاي يعني؟ يعني عامية مش بتشوف. عملت حادثه من هي صغيره ومن ساعتها وهي مش بتشوف. بتهزري؟ ده انا امبارح وانا بكلمك كانت واقفه عماله تضحك وهي بتحط سماعه في ودانها تقريبا. لا ده هي بتسمع اغنيه هي بتحبها فكانت بتضحك. هي اصلا ما شافتش حضرتك. بتهزري؟ الف سلام عليها. ده سلام. يعني حادثه يعني ولا ايه؟ اه من وهي صغيره. المهم حضرتك كنت عايزني في ايه؟ كلمتني قلت لي تعالي ضروري. ما هو بصراحه يا فاتن انا مكلمك عشان عاوز اعرف معلومات عن اختك. ما اعرفش ليه اختك اصلا. معلومات عن اختي؟ معلومات ازاي يعني؟ يعني كنت حابب في اعجاب وكده كنت ممكن يبقى في تعارف وارتباط رسمي فكنت جايبك عشان كده يعني ان شاء الله يعني. بس كده كده يعني مشكله الشوف دي يعني مش هتفرق معايا. فده الموضوع كله انا كنت عاوزك فيه. تمام يا مستر. يعني احنا هنبقى نتكلم معاها في الموضوع وناخد رايها وطبعا هي اللي ليها حريه القرار. خلاص كلميها وعرفيها اللي انا حابب اتعرف عليها وكده وان شاء الله يبقى في ارتباط رسمي كده. ماشي يا استاذ حسام. عايز حاجه هتحرك انا بقى. مع السلامه. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبي. ازيك يا ماما عامله ايه؟ الحمد لله يا حسام. عامل ايه يا ابني؟ الحمد لله يا ماما. بص يا ماما انا عاوزك موضوع مهم. خير يا ابني في ايه؟ انا في بنت عجباني وعاوزه اتقدمها. معقوله؟ اخيرا؟ اه الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. بس في مشكله صغيره بس. مشكله ايه يا حبيبي؟ انت ما شاء الله عليك شقه وعندك وعزال ان شاء الله في ثواني هيكون عندك ورث ابوك موجود يا حبيبي وعندك عربيتك. ايه المشكله اللي عندك بقى يا حسام؟ بص يا ماما المشكله مش فيا. المشكلة فيها هي. هي؟ اه هي كفيفة. ازاي؟ يعني ما بتشوفش. طب ما تزعلش مني هتاخدها انت اللي هتخدمها؟ لا يا ماما مش هاخدها اللي هخدمها بس هي غصب عنها يعني مش بإيديها. هي عملت حادثة وهي صغيرة وفقدت النظر بس إن شاء الله يعني الدكاترة طمنوني قالوا لي ممكن تعمل عملية أو اتنين وترجع لها نظر تاني يعني. طب وقدر ما حصلش يا حسام ونظرها ما رجعش. يا ماما ان شاء الله يرجع باذن الله. وانا كده كده حبيبه هي في شخصيه يا ماما وشخصيتها عجباني جدا الصراحه مش فارق معايا حوار نظرها ده خالص. ان شاء الله يعني انا حابك تيجي معايا نتقدم ليها خلال يومين يعني. حسام يا ابني انت عاطفي زياده عن اللازم. ما تسرعش يا حبيبي. ما ينفعش يا ابني. انت محتاج واحده تخدمك. مش انت اللي هتخدمها. محتاج واحده تمشي معاها في الشارع تتفرجك على ده تتفرج وتخش سينما. ازاي يا ابني ازاي؟ يا ماما انا مش عاوز كل ده. انا مش عاوز ده كله. انا مستغنى عن كل الكلام ده بس انا حبيبها هي تبقى معايا.
طالما انا حبيبها يا ماما خلاص. بس بالله عليك انت عمرك حبيبي ما يا رب. رفضت لي طلب، فحاولي بس حتى تقعدي معاها وتشوفيها، تتكلمي معاها، تشوفي هي تستاهل ولا لا، وانا اوعدك اللي انت اول ما تشوفي تتعاملي معاها هتوافقي على طول. انا مش عارفه اقول لك يا حسام، بس جوايا رافضه. طب معلش يا ماما، بس هجيبها لك تقعدي معاها كلمتين او كلمتين كده، شوفي طبعها، شوفي شخصيتها، لو عجبتك تمام ان شاء الله، بس انا متاكد هتعجبك، فانا هخلي فاتن اختها تجيبها يعني تقعد معاكي شويه كده، استاذن والدها. انت عارف مش عارفه ازعلك، ماشي يا ماما، فعشان اراضيك حتى اشوف يا حسين. حاضر حاضر، انا اسف. ربنا يصلح حالك يا حسين. اتفضل يا حبيبي. مش عارفه ازاي يعني، ازاي تيجي دي؟ مش عارفه، مش ناقصه حاجه. هشوفها دي في الخير يا تم ربنا. تعالي. الحمد لله على السلامه. ازاي حضرتك عامله ايه؟ يخليك. تعالي يا بطه. ازيك يا ماما، عامله ايه؟ الحمد لله حبيبتي. انت عامله ايه؟ ازيك يا فاتن؟ الحمد لله كله تمام. ازي حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبتي، ما شاء الله عليكي. بقول لك ايه يا فاتن؟ نعم. اعملي كوبايتين شاي كده ولا اي حاجه جوه. حاضر. عيوني، هو المطبخ فين طيب؟ هنا يا حبيبه قلبي. طيب ماشي ماشي، هتلاقي كل حاجه قدامك. صدقيني يا ماما كنت نفسي اتعرف عليكي قوي، بقالي كتير كنت بقول دايما لحسام كده، بس يلا كان مأخرها شويه لحد ما الحمد لله جت لوحدها. وكل شيء نصيب يا حبيبتي. ايه انت عندك كام سنه؟ دلوقتي ماشيه 23. قولي لي بقى، انت عرفتي حسام ابني ازاي؟ ابدا، كانت صدفة. كان هيخبطني بالعربية، دي كانت أول حاجة، وأنا ما كنتش أعرف. بعد كده طلع مدير أختي في الشركة وكنا مستنظرين، لحد بقى من بعدها كلم أختي وقال لها إنه معجب بيا وكده. كنت حاسة من جواكي كده إن حسام ابني معجب بيكي فعلا؟ بس يا ماما أنا فرحانة بكل حاجة حسام بيعملها، لأن هو حد محترم جدا وفعلا أي بنت تتمناه. طب بالنسبة ليك أنت يعني، متزعليش مني، هل هتقدري تقومي بواجباتك الزوجية معاه؟ تروقي له شقة، تعملي له لقمة، تخرجي معاه، تروحوا سينما؟ أنا اتكلمت معاه في الجزئية دي كتير، وهو قاعد يقنعني إن الموضوع هيبقى بسيط إن شاء الله يا ماما. طب ما يمكن ابني يشفق عليكي باللي أنت فيه، ابني أصل حنين أوي أوي أوي، فممكن تكوني صعبانة عليه، وبعد كده يا بنتي بعد ما تتجوزي هتحسي فعلاً مع الوقت كده هيفوق وهيعرف ان هو كان غلط، ساعتها هتعملي ايه يا بطه؟ معاكي حق. هي فاتن راحت فين؟ بتعملي لنا الشاي. ممكن تناديها؟ يا فاتن، فاتن، انا اهو انا اهو انا جايه اهو، عملت لكم الشاي اهو. شكرا يا حبيبتي. فاتن ما تقومي، يلا نمشي دلوقتي. يا حبيبتي انتوا قاعدين يا بنت شويه. شكرا يا ماما، يا رب يخليكي. في حاجة نسيتها في البيت أعملها و... طيب لازم ماشي نروح خلاص. أعملها ماشي ماشي، معلش احنا هنستأذن احنا بقى. طيب مع السلامة يا حبيبتي، أشوفك مرة تانية. مع إن شاء السلامة. تعالى بيه تعالى بيه. جبل واتشال من على قلبي، إن شاء الله مش هتكمل. إيه يا أمي جبتني على ما أنا وشي فيه إيه؟ إيه جبريل كنت فين يا ابني؟ كنت في الشغل يا أمي أنت عارف. جاي أقول لك على حاجة، قصدك في خدمة يا ابني. عناية ليك. مش أخوك هيخطب؟ أخويا بجد والله، ألف مبروك. ده على إيه؟ مبروك على إيه؟ اللي هو هيخطب يا حبيبي. ده هيخطب واحدة كفيفة. يخطب واحدة كفيفة؟ يا حبيبي. كفيفة كفيفة ولا نظرها خفيف يعني؟ لا يا حبيبي كفيفة، عملت حادثة وما بتشوفش من ساعة ما عملت الحادثة. هو حسام مقتنع اللي هو يتجوزها يعني؟ يعني ايه مقتنع يعني؟ أنا جايباك عشان تتكلم معايا، تعقله تقول له غلط اللي أنت هتعمله دوت. فاهم ماما لما يتجوز واحدة يعني نظرها ضعيفة ولا خفيفة يعني؟ هو أنت كمان يا جبريل بتقول كده؟ لا مش بقول كده يا أمي، لو هو عاجباه خلاص يا امي اتجوزها عادي. ومين اللي هيخدمها يا ابني؟ هو اللي هيخدمها ولا هي اللي المفروض كده تخدمه؟ يا امي طب افرضي مثلا يا امي بدلي مثلا الكراسي، حسام هو اللي كفيف كانش هيتجوز بعد الشر على ابني. بعد الشر؟ طب افرضي يا امي بعد الشر برضو انا اللي عامل حادثه، ماليش اللي انا اتجوز بعد الشر. ما تقولش كده يا جبريل بقى، ما ممكن اعمل عمليه وافتح وعادي يعني، مش شرط. لا اله الا الله. وطالما هي عاجباه خلاص. يعني انت قصدك ايه؟ انا قصدي نقف معاه يعني، نساعده، مش هنضر ولا نظلم بنات الناس.